الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الهداية، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، فيا قاضي الحاجات. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم عذب الكفرة إله الحق. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والظالمين، أعداءك أعداء الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.